هذا وقد أكدت عموم عائلة الحسن في مملكة البحرين وقوفها صفا واحدا خلف جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأعربت عائلة الحسن عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للمزايدات والأكاذيب والافتراءات التي يبثها الإعلام القطري المأجور، مبينة بأن ذلك تعد صارخ على مبادئ حسن الجوار وعلى الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية ما بين الدول. أكدت عائلة الحسن استمرارها في أداء الواجب المقدس في الذود عن الوطن وعن الراية الخليفية وعن رموز الدولة.